هذا الشارع العكري شمال لبنان يختصر غرائب المعركة الانتخابية. هنا رفعت صور النائب السابق وجيه البعريني مرشح الثامن من آذار عن مقعد سني في دائرة الشمال الأولى، وغير بعيد صور نجله وليد البعريني مرشح تيار المستقبل عن المقعد ذاته. هكذا اختار الابن أن يتخلى عن والده لينضم إلى خصمه السياسي. تيار المستقبل لي كمان مشروع فتنوي، مشروع إلغائي، مشروع تدخل بالبيت ليقصر البيت. ما لقيت ظهري محمي من الفريق اللي أنا معه، ما لقيت حدا بيهمه الأمر، فلقيت كله عم يدور على مصالحه. فشفت أنا طالما قاعدتي من سجمي هون، شفت أنا مصلحتي هون ونقلت ومرتاح. أنا بعد ما ترشحت اتصلت فيه، طبعا قال لي أنا من الرضيان. إلى منزل الوالد يتوافد الأنصار، وقد شكل لائحة من المستقلين بدعم من قوى الثامن من آذار، ويتهم البعرين الوالد تيار المستقبل باللعب على الحبال لترشيح الابن ضد الأب. أتبين على ابني اللي هو محضر عندي خير وعطيه كل المجالات أن يروح من عندي على حد الأحصار. وليد البعريني. أما ترشيح وليد عن تيار المستقبل فيصفه الابن بالنقلة النوعية، مؤكدا أنه حاول سحب ترشيحه لكن قاعدته الشعبية في عكار رفضت هذا الخيار، خاصة أن قناعاته السياسية باتت أقرب إلى قناعات الشارع الذي يمثله. والناس هي بتختار مني، وأنا والدي بتمنى أنه كيما برمت الأمور ضل كرامته محفوظة. قريبا تنتهي المعركة الانتخابية، فهل تعود المياه إلى مجاريها والابن إلى حضن أبيه؟ معركة الشمال الانتخابية وصلت نيرانها إلى أفراد البيت الواحد لتعكس حدة التنافس الانتخابي بين مختلف الأطياف خلال هذه الدورة. من عكار، غنوة يتيم، العربية.